الاولاد الكره في ساقيكم من 3:30 تاع العشيه 17 نوفمبر ان شاء الله انا قدام الميكروفون الجمهور في الصالات وفي القهاوي الشيشه معمره كاس تاي موجود الصغار قريبه باش تلصق في التلفزه انسى تتفرج تتلم اول مره وتنسى الفطور والمعون نهارتها من 3:30 وقت اللي يزفر راجين درابر صار انتهى. عند 3:30 من ظهيرة الأحد لما يترك الشعب التونسي كل شيء على جانب يتجمع حول تلفاز ويشاهد شاشة ويدعو للعالي بانتصار لمنتخب النصور. النصور تستعد للقبض على أسود إفريقية في ياوندي يوم يكرم اللاعب أو يهان يوم نكون رجال. 90 دقيقة مهره عرق وغايته انتصار وهدفه سمعة وطن وفرحته مونديال في أرض السامبا السيليساو. هاني جايك يا برازيل، هاني جايك يا برازيل، أنا ماشي